السلام عليكم. في الفيديو ده عايز أشرح للناس الجداد إزاي يقدروا يوصلوا للفيديوهات القديمة، لأن فيها أنا ملاحظ إن في فيديوهات كتير قديمة محدش راح لها أصلا، فأنا حاسس إن الناس مش عارفة توصل لها أصلا. جات لي كام رسالة قبل كده إن الناس مش عارفة توصل للفيديوهات دي. الوصول للفيديوهات القديمة أو لكل فيديوهات القناة مش صعب يا جماعة، يعني افتح أي فيديو من فيديوهات القناة، زي مثلا الفيديو رقم 67، الفيديو ده آخر فيديو أنا عملته. قبل ما أقول حاجة بدي تعليق صغير، يعني الفيديو الأخير ده رقم 67 اللي شافه حوالي 1000 واحد، أكثر من 1000. تتصوروا من 1000 دول 2 بس اللي بعتوا كومنت رسائل، 2 شخصين، الأخت سامية جمال وصديقة مغربية مش كاتبة اسمها يعني أو ملهاش اسم، ريلكس ريسيلز اكس دي، أنا واثق إنها أخت مغربية. 2 بس اللي بعتوا رسايل من 1000، وكم واحد عملوا الصابع اللي فوق؟ 38. تخيلوا 2 يبعتوا رسايل و 38 يعملوا الصابع اللي فوق. سواء تبعت رسالة أو ما تبعتهاش، سواء تعمل الصابع اللي فوق أو ما تعملهوش، ده بيأثرش عليا، ده هيأثر على بقية الناس اللي عايزة تشوف الفيديو، اللي عايزين يتعلموا إنجليزي زيك. يعني لو كل واحد عمل كتب رسالة، حتى لو قال تحيا مصر، تحيا الجزائر، تحيا المغرب، يعيش أي حاجة، ولو كل واحد عمل الصابع اللي فوق، اليوتيوب هترفع الفيديو لأكبر عدد ممكن من الناس. يعني كتابة رسالة وعامل الصابع لفوق مش هيفيدني أنا شخصيا في حاجة، ولكن هيفيد الطلبة زمايلكم والشباب المصري أو العربي اللي عاوز يتعلم إنجليزي إن الفيديو يوصله. فأنا مش قادر أفهم إيه الهدف إنك مثلا تشوف فيديو مش عايز واحد صاحبك يشوفه، دي مش قادر أفهمها. ماشي، نرجع للقصة بتاعتنا. لما تحب توصل للفيديوهات بتاعت القناة كلها بالكامل الموضوع سهل. شايف حضرتك الصورة بتاعتي اللي تحت الفيديو؟ يعني لو شفت هنا كده هتلاقي فيه صورة تحت الفيديو، صورة ليا في وسط علم بريطانيا اللي هو ده، يعني في صورة ليا في وسط العلم. كل اللي تعمله اتك على الصورة دي، يعني هات بصباعك كده وروح متك على الصورة دي، هتروح طالع لك الصفحة دي. الصفحة دي هيكون مكتوب فيها كده زي ما هي مكتوبة، زي ما هي موجودة كده، مستر جلاد بريتش سكول. هتلاقي في الأول كلمة، طبعا أنا عندي بالإنجليزي، أنت عندكم بالعربي، هيكون مثلا عندكم هيكون مكتوب هوم يعني الصفحة الرئيسية، فيديو اللي هي الفيديوهات، بلاي ليست اللي هي قائمة التشغيل. بعد كده هتلاقوا كوميونيتي بيترجموها بالعربي المنتدى، مع إنها تواصل اجتماعي لكن أنا لقيتها بالترجمة في التليفونات في مصر بالمنتدى. وبعدين في القنوات channels، وبعدين كلمة about أو لمحة. هتشوفوا حضراتكم لو بصيت لفوق هنا كده هتلاقي مثلا، هو بالانجليزي صحيح لكن هتلاقيها مكتوبه، لو مشي صبعك كده هتمشي معاك، شايف هتمشي معاك كده. هتلاقي بالترتيب الصفحه الرئيسيه، الفيديوهات، قوائم التشغيل، المنتدى، القنوات، لمحه. لو اتكيت على كلمه الفيديوهات هيجي لك، لو اتكيت على الفيديوهات هيجي لك كل الفيديوهات اللي في القناة، تعليم انجليزي، كورس اساسي، كورس الثالث، فيديوهات خاصة بالسياسة، فيديوهات خاصة بصدر النهضة، كله خلطبيطة. لو جيت على بلاي ليست او قوائم التشغيل اللي هي يعني هتلاقيها بالعربي قوائم التشغيل، واتكيت عليها هتبان لك مجموعة بالطريقة دي، هتبان مجموعة فيديوهات بالطريقة دي قوائم التشغيل. هتلاقي الإنجليزية للمستوى المتوسط، الكورس الثالث، الإنجليزية للمبتدئين، هتلاقي تاني الكورس الثالث، هتلاقي فيديوهات عالم السياسة، هتلاقي فيديوهات صد النهضة، يعني هتلاقي مجموعات من الفيديوهات متحددة مترقمة، كل مجموعة من الفيديوهات مكتوب الرقم عليها. يعني مثلا الإنجليزي اللي احنا بنتكلم عليه هتلاقيه بالأحمر ده في 74 فيديو. هو صحيح لما هتك عليه هيطلع 67 لأن في فيديوهات 1A 1B 1C، لكن هم كلهم 74 فيديو. الناس اللي عايزة مثلا الإنجليزي بيتك على هي الكورس المتوسط، الجماعة المتقدمين يتكوا على الكورس الثالث اللي هو المستوى المتوسط، يعني في الكورس الأساسي،
اللي هو الأحمر ده الكورس الأساسي، أما المستوى المتوسط اللي هو البني ده اللي هو فيه 17 فيديو، ده بتاع المستوى المتوسط. خلينا في الأساسي، الكورس الأساسي فيه 74 فيديو، كل اللي تعمله بتيجي على ال 74 فيديو تتك عليها. كمان طلع، أيوه هيطلع لك الصفحة دي. الصفحة دي فيها كل الفيديوهات من أول فيديو. بتعمل إيه؟ بتمشيها، يعني تمشي بصبعك كده كل الفيديوهات بتبان معاك من صفر طول ما أنت ماشي لحد 74، شايف حضرتك؟ وبالترتيب، بالترتيب بالترتيب بتمشيها، بيطلعوا الفيديوهات معاك 1 2 لحد 74 مترقمين وبالترتيب. بالطريقة دي تبقى عرفت الفيديوهات اللي أنت عايزها. لو مثلا عايز تشوف الفيديوهات بتاعت الكورس الثالث المتوسط، بترجع ثاني، يعني بتتك على السهم اللي بيرجعك، بترجع وبتدور على مثلا ايه الكورس الثالث للمستوى المتوسط اللي هو البني، هتلاقي فيه 17 فيديو. صحيح دول لسه ما رقمتهمش بالترتيب لان فيه فيديوهات في النص لسه مش كاملة. عايز تشوف الكورس الثالث، لو انت بتعرف انجليزي فده هيساعدك. الكورس الثالث للمستوى المتوسط للناس اللي بتعرف انجليزي ولكن عندهم حاجات صغيره كده بيتعبوا فيها، هيلاقوها في الكورس ده. كل اللي تقدر تعمله تتك على الكورس ده، هيطلع لك كل الفيديوهات زي الاول برضه. تاني هيطلع لك كل الفيديوهات ولكن مش مترقبه، مش مترق يعني الترقيم مش 1 2، ولكن هتلاقي فيه 17 فيديو. تقدر تفتح اي فيديو انت عايزه. الا مثلا يا جماعه نفس الشيء ينطبق على جماعه بتوع السياسه، ارجع تاني لنفس الصفحه اللي هي قوائم التشغيل، هتلاقي فيديوهات عالم السياسه، فيديوهات عالم السياسه 91 فيديو. هتلاقي فيديوهات عالم السياسه 91 فيديو، لو اتكيت عليهم هيطلع لك ال 91 فيديو. اهو. هيكونوا يعني فيديوهات مختلفة خاصة بالسياسة. طبعا مش مترقمين لسه لكن إن شاء الله هرقمهم، يعني هم هياخدوا وقت عشان أظبطهم، لكن كل الفيديوهات موجودة. أي حد عايز يرجع يشوف فيديوهات صدى النهضة بيرجع بيتك على السهم اللي هو بيرجع بحيث يرجع تاني لقوائم التشغيل، ويعني بتاع بتطلع الصفحة بتطلع وتنزل، مش 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 صعبة. ترجع لقوائم التشغيل هتلاقي فيديوهات صدى النهضة فيه 33 فيديو اللي هي الأخيرة دي. هتلاقي جنبها كده فيديوهات صد النهضة، تتك على فيديوهات صد النهضة هيجي لك 33 فيديو. صحيح مش مترقمين لكن هيترقموا. فيديوهات صد النهضة برضو بيطلعوا بيمشوا كده، كل دي فيديوهات خاصة بصد النهضة. فقوائم التشغيل بتديك الفرصة تختار الفيديوهات اللي انت عايزها، هل كورس اساسي، هل كورس الثالث لمستوى المتوسط، هل كورس خاص بالسياسه، هل كورس فيديوهات خاصه بسد النهضه، يعني فيها متخصص، تختار الفيديو اللي انت عايزه. غير كده في كلمه كوميونتي اللي هي بيسموها المنتدى او تواصل اجتماعي، لو اتكيت على المنتدى هتلاقي في الصف اللي فوق، يعني بتمشي كده، لا هتلاقي المنتدى اهي بتمشي معاك اهي، شايفها؟ هي عندي بالانجليزي لكن عندكم انتوا بالعربي هتكون المنتدى. لو اتكيت على المنتدى هتطلع لك الصفحه دي اللي هي الرسائل اللي انا بكتبها، هتلاقي كل الرسائل اللي انا بكتبها برضه كلها بتتغير تحت كلمه المنتدى او تواصل اجتماعي. غير كده جنب كلمه منتدى في تشانلز او القنوات، لو اتكيت على القنوات هتكون صفحه فاضيه ما فيهاش حاجه. اللي بعد كده اخر حاجه بالانجليزي مكتوبه about، بالعربي مكتوب لمحه. لو اتكيت على كلمة لمحة اللي فوق دي اللي هي هنا كده اهي، هتكون موجود لمحة في الصف الفوقاني، هيطلع لك بقى ديسكريبشن، يعني أنا عملت القناة دي ليه، وهيطلع لك تحت لينك لحوالي لكام قناة، 4 قنوات. ال4 قنوات اللي تحت دول القنوات بتوعي، قناة جرائم أمريكا، يعني كنت عايز أتكلم عن الجرائم الخطيرة اللي موجودة في أمريكا بس ما عنديش الوقت، وقناة تعليم الإنجليزية اللي هي احنا فيها دي، وقناة اسمها نجمتنا الخضراء كنت عاملها زمان وقفلتها علشان حصل لي مشكلة بسبب موضوع الدولار، قلت ان الدولار هيرتفع وعلى اساس ان الدولار متحرر
لكن بعد كده اكتشفت ان الدولار البنك الدولي البنك المركزي بيساعد بيدعم الدولار، فالدولار ما ارتفعش، وفي ناس زعلوا مني وقالوا انت نيمتنا عشان على، قالوا انت شغال مع السيسي والسيسي قال لك تنيمنا لحد ما الدولار يرخص، المهم زعلوا مني، مع ان انا قلت لهم ان الدولار هيرتفع على اساس ان سعر الصرف متحرر، ما كنتش اعرف ان البنك المركزي بيساعد الدولار، لان البنك الدولي قال علشان تاخد قرض يا مصر لازم تحرر الدولار، لازم تحرر الجنيه المصري. وده حصل بالدليل ان دلوقتي لما مصر بتقدم على قرض تاني الدولار وصل ل 18 جنيه، وربنا يوصل ما يزيدش عن كده. يعني انا كلامي كان صح، لكن اللي انا ما كنتش اعرفه ان السيسي عنده القوة انه يقدر يضغط على البنك الدولي ويمشي كلامه على البنك الدولي. واعتقد انه هيعملها تاني، لانه لو ساب الجنيه للسوق ممكن يوصل الدولار يوصل 20 جنيه تبقى مشكلة. اعتقد ان السيسي عنده القوة اللي ياخد قرض وبرضه يمشي كلامه على البنك الدولي. عشان كده انا بقول لكم السيسي قوي، السيسي مش ضعيف، السيسي امريكا ما تضغطش عليه، السيسي هو اللي يضغط على امريكا. الناس مش عايزه تصدق هم احرار، لكن انا عارف اللي انا بقوله ايه. المهم في بعد كده كانت في يعني اخر حاجه هتلاقي الحقيقه الغائبه، تتك على قناه مثلا عايز قناه الحقيقه الغائبه هتلاقي اخر حاجه هنا، تروح متك عليها هتروح جايلك قناه الحقيقه الغائبه. شايفين الانترنت ضعيف حتى في امريكا، دي قناه الحقيقه الغائبه، يعني نفس الشيء، دي فيديوهات الحقيقة الغائبة، نفس الشيء في فيديوهات الحقيقة الغائبة اللي عملته في القناة الإنجليزي تعمله في قناة الحقيقة الغائبة أو في أي قناة. هتلاقي مثلا تفتح أي فيديو، أي فيديو أيا كان، تفتح أي فيديو أيا كان هتلاقي تحت الفيديو صورة ليا في هتلاقي صورة ليا في علم مصر. شايفين تحت الفيديو باينة ادي الصورة، يعني اسمها مكتوب القناة مستر، مش يعني هتلاقي صورة ليا في قلب علم مصر اهي. لو اتكيت على الصورة دي اللي في قلب علم مصر هيجي لك نفس الفيلم بتاع القناة الأولانية اهو، جالك برضه هيجي لك فوق الصفحة الرئيسية، فيديوهات، قوائم التشغيل، المنتدى، القنوات، لمحة، نفس الشيء. تكرر نفس الشيء اللي عملناه هناك تعمله هنا توصل لكل الفيديوهات. وده بينطبق على جميع القنوات اللي في الإنترنت. يعني كل القنوات عايز توصل لأي فيديو في أي قناة لأي واحد لأي يوتيوبر تعمل نفس اللي بقول عليه. هتوصل لكل الفيديوهات وكل يعني هتوصل لمجموعات الفيديوهات. خلاص؟ الفيديو ده انا هحاول احطه هنزله مره كل شهر عشان الناس الجداد يعرفوا ازاي يوصلوا للفيديوهات الجديده عشان ما حدش يتوه، لان في فيديوهات في التعليم الانجليزي من 45 ل 60 في 15 فيديو ممتازين جدا ما حدش راح لهم. ليه؟ لان الفيديوهات دي انا سجلتها السنه اللي فاتت وحملتها، العيب الوحيد اللي فيها ان الصوت فيها واطي شويه، لكن لو حطيت سماعات هيبقى الصوت كويس. ودي فيديوهات مهمة جدا، يعني أنا عاوز أعلم الناس إزاي يكتبوا إنجليزي السبيلنج الحروف، بس مش قادر لأن لازم الفيديوهات دي تتذاكر الأول، لأن الفيديوهات فيها مثلا مجموعة من الحروف ما بتلزق في بعض ليها نطق معين، في كلمات فيها حروف مش منطوقة خالص، لازم الحاجات دي تتعرف الأول قبل ما أعرفكم إزاي تكتبوا الكلمة من غير ما تحفظوا السبيلنج. وانا بقول لكم ما تحفظوش السبيلنج بتاع اي كلمه، انا هعلمك ازاي تكتبها من غير ما تحفظ. اللي انا عايزه منك انك تعرف تنطق الكلمه صح، لو نطقتها صح هتكتبها بكل سهوله، هتجيلك المشاكل بس في الحروف المتحركه، ومع الوقت هتعرف الحروف المتحركه. لكن اوعى تمسك الكلمه وتحاول تحفظ الحروف بتاعتها هتتجنن، اوعى تغلط الغلطه دي، انطق الكلمه صح. انت بنفسك كده لما بتيجي تنطق الكلمه هتلاقي الحروف خارجه حرف حرف، يعني انطق الكلمه صح، ولما تيجي تكتبها انطقها بالبطيء، هتبص تلاقي كل حرف ظاهر ما عدا الحروف المتحركه، هي دي اللي هيكون فيها لخبطه، ومع الوقت هتعرفها بس بالاستمراريه وبالقرايه كده. يعني الموضوع اللي انا هعلمه لكم بعدين، ولكن
لازم الأول الفيديوهات اللي ما بين 45 و60 يتذكروا، لأن دول أساسيين وهيسهلوا قوي إنك تكتب الكلمة. فاهمين؟ يعني فيه مجموعات من الحروف لما بيلزقوا ببعض بقى لهم صوت معين، زي مثلا تي اي او ان تتنطق شن، اس اي او ان تتنطق جن، حاجه زي كده. السي اتش احيانا تتنطق تش، احيانا تتنطق كي، ستومك ستومك، سي اتش مره تتنطق تش ومره تتنطق ك. كي يعني الحاجات دي كلها موجوده في الدروس اللي محدش عايز يشوفها، ودي مهمه. قبل ما اعرفكم ازاي تكتبوا الكلمه لازم الدروس تكون اتذاكرت، عشان كده بقول ذاكروا بالتدريج. ماشي، على الله اكون افدت. نروح لدرس جديد ان شاء الله.